فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قص شعر الرأس من الجوانب وترك أعلاه يكون طويلا؟ هل هذا يدخل ضمن التقصير المنهي عنه كالقزع؟ هذا هو القزع، قص بعض الرأس أو حلق بعض الرأس، ترك بعض، هذا هو القزع المنهي عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.